التواصل يستمر متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء مع الانطلاقة والمسيرة والتحدي والإثارة في هذه الجولة وفي هذا المسار. نرحب بشوطنا الثامن الذي خصص لفئة الجعدان، نرحب أيضا بشعار سهيل بن سالم بن غدير من يقدم لنا مياس بأول المراكز يلي على ثل المركز الثاني، فهنا مسير عبد الله بن مبارك بن ثاني برقاد المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات شاهين محمد بن راشد بن مرخان، والمركز الرابع من المركز الرابع من بينضم إلى المركز الرابع أظن شعار راشد بن سعيد بن علي الاشتبي برابع المراكز أو ثالث المراكز، المركز الرابع يتقدم الفيل، هذا شعار راشد بن سعيد بن علي الاشتبي هو بالمركز الرابع الآن، والمركز الخامس أقول شاهين سعيد بن محمد بن سعيد الملعاي بن سليم يأتينا على المركز الخامس، والمركز السادس غازي محمد بن علي بن خليفة الرميثي، أما المركز السابع يتقدم الآن الذيب عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي، المركز الثامن الوصول من مياس محمد بن علي بن كليب، والمركز التاسع شعار راهب بن دحروي العامري، والمركز العاشر شعار علي بن محمد الهلي الهاجري. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء العشرة المراكز الأولى، وهكذا ننتهي من إذاعتنا ونيدانا الأول لنعود مرة ثانية، لنعود إلى المسير، لنعود إلى التحدي، لنعود إلى المركز الأول ونتابع شعار بن سليم وهو يسيطر على الموقف مع مياس عمر بن علي بن عبد الله الشحي، هذا شعاره اللي بالمركز الأول. من الجانب الآخر شاهين محمد بن راشد بن مرخان أيضا في ثاني المراكز، المركز الثالث يبغي له درب الذيب عبد الله بن سالم الخريباني النعيمي قادم أيضا مع شاهين والذيب بالمركز المركز الرابع والمركز الخامس، يأتينا شعار السيد راشد بن محمد بن دحروي أو حمدان بن دحروي العامري بالمركز الخامس، المركز السادس وهنا شعار أيضا محمد بن علي بن خليفة الرميثي. هذه الأسماء مشاهدين الكرام، هذه المتابعة، هكذا الشحي يلا يا أخوي يلا يا الشحي يلا نشوف المسار، نشوف التحدي، ولكن بن مرخان محمد بن راشد بن مرخان مع شاهين هو من يتقدم بالمركز الأول، الشحي يتراجع بالمركز الثاني، حمدان بن راشد بن دحروي العامري قادم أيضا بالمركز الثالث ولكنه يغير إلى المركز الثاني، يتقدم إلى المركز الثاني، أما المركز الأول شاهين بن مرخان هو الأخطر، هو الأسرع، هو الغالي، هو المنفرد، هو التحدي، هو الناموس، هو 2015، هذا هو شاهين. يا سلام المركز الثاني يأتينا زعفران راشد بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الثالث فهنا غازي محمد بن علي بن خليفة الرميثي. هذه الثلاثة المراكز الأولى روح يا بن مرخان لأن حمدان واصل، حمدان بن راشد بن دحروي العامري يتقدم مع زعفران زعفران إلى الناموس، زعفران إلى المركز الأول، الرميثي يهاجم زعفران، الرميثي يقدم أيضا ما لديه من جديد، غازي إلى زعفران وزعفران إلى الناموس، والغادم من جولدوكس فعبيد بن راشد الشاوي الغفلي مع المركز الثالث. هذه الثلاثة المراكز الأولى، ولكن زعفران وغازي الناموس وين؟ زعفران غازي المركز الأول، غازي سلام يا رميثي سلام، انهني السيد محمد بن علي بن خليفة الرميثي على فوز غازي بالمركز الأول، المركز الثاني زعفران حمدان بن راهد بن دحروي العامري المركز الثالث، فهنا بالشاوي الرابع